التاسعة والربع في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نرجو أن تسعدوا معنا بهذه الأمسية الدينية والتي أعدها ويقدمها لحضرتكم الزميل أحمد نجم. نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من قلعة العلم والعلماء، نحييكم من مكان أخذ عهدا على نفسه أن ينشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، مؤكدا على أهمية الوسطية في حياة الناس. التحية إلى حضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من ساحة الجامع الأزهر الشريف في محافظة القاهرة. لقاء إيماني مبارك أيها الإخوة، نلتف من خلاله حول مائدة القرآن الكريم، نقلب الصفحات النورانية متسائلين معا، ماذا عن علاقة العمل بالعبادات؟ أيها الإخوة، المتأمل فيما قبل الإسلام خاصة في الحضارات غير العربية وأيضا لدى العرب، يجد أن الذي كان يقوم بالعمل لا يكون من السادة. الرسالة واضحة. جاء الإسلام أيها الإخوة فرفع من مكانة العمل والعاملين، بداية من الذي يقوم على رعاية شؤون البلاد والعباد، ومرورا بكل أفراد الدولة. وكأن الإسلام يرسل لنا ببرقية في هذه الآولة: أيها المسلمون، الكرامة تعود إلى حضراتكم، العزة تحققونها من خلال إتقان الأعمال التي كلفتم بها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة المؤمنون، المتحدث معنا في هذا اللقاء من الجامع الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة. أما المبتهل معنا في هذه الليلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. نبدأ دائما بالقرآن الكريم بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين
جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء قريش
نعم أيها الإخوة المؤمنون، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة إبراهيم وسورة قريش. تلاها علينا أرقام الشيخ محمد محروس طلبة ضمن فقرات هذه الأمسية التي نشرف بنقلها من رحاب المسجد الأزهر الشريف في محافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، المتأمل في التلاوة السابقة خاصة عند الآية الكريمة: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. عندما نقرأ هذه الآيات البينات يتضح لنا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى من خلال سمائه وأرضه هيأ البيئة الصالحة لخليفته في الأرض ليسعى في أرض الله سبحانه وتعالى مستعينا بربه تبارك وتعالى محققا الرزق الحلال. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نتوقف مع الكلمة التالية يلقيها الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها فنضل ضلالا بعيدا. واهدنا اللهم لأحسن الأخلاق واجعلنا في أحسن الأعمال، وخلص اللهم نياتنا في كل الأقوال والأفعال، إنك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير. اللهم آمين. وبعد، فبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله وإمداده سمعنا كلام ربنا جل وعلا، والقرآن كله نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظم حياة العبد في كل اتجاه. العبد له علاقة بخالقه، والعبد له علاقة بنفسه، والعبد له علاقة بالذين من حوله، وكل ذلك في دائرة العمل الذي يقوم به ليأخذ جزاءه في دنياه وليكون له الجزاء الأوفى يوم لقاء مولاه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل إن الذين آمنوا سندخلهم جنات النعيم، لا، الإيمان عمل القلب والحركة في الحياة عمل الجوارح. وقد سمعنا قوله تعالى: فامشوا في مناكبها، أي تحركوا في جنبات الأرض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن يجب علينا أن نعمل، وكل واحد فينا أعطاه مولاه صورة لعمله في هذه الحياة. الطالب يجب عليه ألا يترك كتابه لا في الليل ولا في النهار، هذا عمله، ليأخذ من كتابه وليجمع العلم في رأسه وليكون زادا له بعد تخرجه. أما إذا كان الطالب من اللاعبين
وحرك نفسه في الحياة مع الشياطين، نراه لا يجمع شيئا من العلم، ويخرج في النهاية ليكون في الحياة من الخاسرين. هذه طبيعة طالب العلم، كذلك الصانع، كذلك الزارع، كذلك الذي يعيش في متجره كتاجر. سيدنا الإمام زين العابدين رضوان الله عليه، وهو سيدنا علي زين العابدين ابن الإمام الحسين رضي الله عن الجميع، أتدرون ماذا كان يعمل؟ كان تاجرا، تجارته واسعة، ولكنه كان إذا انفض عنه الناس من البيع والشراء يبيع بكل أمانة ويشتري بكل يسر وسماحة. إذا ما فرغ من البيع والشراء يتوجه إلى القبلة ليصلي ركعتين شكرا لله رب العالمين. من الذي أعطاه التجارة؟ من الذي تولاه بهذه النعم التي يعيش بها؟ أإله مع الله؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لما ذهب إلى الحج كان لا يفتر عن ذكر مولاه وعن الحركة في الطواف حول بيت الله. كان يعيش في المناسك، يعيش فيها مع ربه، فلما نام الجميع تعلق بأستار الكعبة وناجى مولاه وهو دامع العين حزين القلب، يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد بات وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. أدعوك ربي حزينا راجيا فرجا، فارحم بكائي بحق البيت والحرم، أنت الغفور فجد لي منك مغفرة، واعطف علي أيا ذا الجود والكرم، إن كان عفوك لا يرجوه غير تقي، فمن يجود على العاصين بالنعم. أخذ يردد هذه الأبيات حتى خر مغشيا عليه. جاء أحد الحجاج ونظر في وجهه، قال: من؟ علي زين العابدين ابن الإمام الحسين. إن الله عز وجل يقول في شأنكم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ونظر إليه سيدنا علي زين العابدين وقال: إليك عني، إليك، تنحى، ابتعد. فلما ذهب قال: يا هذا، إن الله عز وجل جعل الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وجعل النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا، أما سمعت قوله تعالى: فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ إذا قامت القيامة وصار الناس أمام ربهم وصار الملك في هذه اللحظة لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. حينئذ كل واحد سيرى كتابه منشورا مفتوحا، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما عملته؟ ما صنعته؟ ما تركته؟ ما قصرت فيه؟ ما كان منك في الحياة؟ كل ذلك محسوب عندك في هذا الكتاب، وربك عليم خبير، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كل نفس بما كسبت رهينة. ولذلك يجب أن يكون الواحد فينا عاملا في هذه الحياة، لا لدنياه، وإنما لدنياه مع أخراه. الزارع الذي يزرع عليه أن ينوي في نفسه أن يجعل من هذا الزرع ثمرا طيبا يعود عليه في دنياه، وبنيته يجعل منه لله لصدقات تعود على الفقراء والمساكين، ليكون ذلك
عند مولاه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كل ما صنعته ستراه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طالب العلم حينما يكون ساهرا على كتابه، قائما على تحصيل معلوماته، يسير إلى أستاذه بكل خشوع وبكل تواضع وخضوع، كل ذلك سيكون محسوبا له في صحيفة الحسنات، وسيرى نفسه في دنياه مكرما بين عباد الله، وعند لقاء مولاه سيرى نفسه تحت لواء رسول الله، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ولكن الوراثة لا تكون إلا بالجد، ولا تكون إلا بالعمل، ولا تكون إلا بالسهر. فمن كان كذلك ورثه مولاه علم رسول الله صلوات الله عليه. إن العمل مع العبادة قرينان لا يفترقان، العمل هو العبادة، والعبادة بالعمل، النية عمل القلب، والحركة بالجوارح، والسكون للجوارح، وكل ذلك إذا كان من عبد مخلص لمولاه فإن الله يتولاه وبنعمته يغطيه ويزكيه ويجعل له في الحياة حياة طيبة، بعدها يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر. أيها المسلمون، إني لأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العاملين، وأن يجمعنا بهم في كل مكان وحين، وأن يؤلف بين قلوبنا حاكمين ومحكومين، وأن يطهر بلادنا من أرجاس المفسدين، وأن يجمعنا دائما على الصالحين، وأن يختم لنا بخير ختام، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فضيلة الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي تحدث إلى حضراتكم من خلال هذه الأمسية التي نشر بنقلها من رحاب الجامع الأزهر الشريف في محافظة القاهرة، من خلال خواطر الإيمانية أطلعنا عن علاقة العمل بالعبادات في المنظور الإسلامي، وما أجمل أن نتذاكر قول الله سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. نختم اللقاء باجتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا بالطيب
يحبق عطرها فواح المصطفى المصطفى فكن رفيق الصفا تحظى بمجلاها وعمل بصدق إن الله مطلع على الأعمال أدناها صلى الله قد فكت يا
فسبحان الذي سواك المادحون ماذا يقول الواصفون ماذا يقول الواصفون وما عسى أن يجمع الكتاب من معنى وسلم وبارك عليه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة بعد أن استمعنا إلى هذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. شكرا لكم التحية من ساحة الجامع الأزهر الشريف، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.